بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. في حلقات يوم الاثنين مش ببقى فرحان بس لأن يوم الاثنين ده يوم ميلاد النور كله، ميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم فرح ممكن يكون يوم الاثنين. وبينضم إليه كمان يوم الاثنين دوت إنه بيبقى ميلاد للأمل، وعشان يبقى في ميلاد للأمل وحنا يمكن اخترنا أن يوم الاثنين يكون الكلام عن ميلاد الأمل اللي هو تربية أولادنا، اخترنا يوم الاثنين عشان كده. احنا وبنتكلم عن تربية أولادنا وبنتكلم عن الأمل في اللي جاي في بكرة، واحنا بنتكلم في حلقات يلا نبني، لازم نتكلم على أني اللي بيكبر أولادنا وهم بيلاحظوا بيتشربوا من البيئة اللي حواليهم مننا ومن نظرتنا وأسلوب عيشتنا ومبادئنا، وخاصة في فترة المراهقة بيبدأوا يبحثوا ويتسألوا عن هويتهم، هم مين؟ ده سؤال بيبقى سؤال محوري عندهم، هم مين؟ غاية وجودهم إيه؟ ربنا خلقنا في الحياة ليه؟ وبعض الأحيان أقول لكم حاجة، لما الأسئلة دي ما بتتجاوبش صح وبتتساب، الأولاد بيوصلوا في لحظة من اللحظات إن هم يشوفوا حياتهم عبثية. الحياة ديت ما فيهاش معنى ولا مقصد من أجل إن احنا نعيش فيها. فتصور أولادنا اللي بيشكل جواهم معنى الحياة بيبقى شيء مهم جدا جدا بتترسم بيه شخصيته. ولذلك النهاردة هنتكلم إزاي نتكلم وإزاي نحاول نغرس في أولادنا المعنى الحقيقي للحياة، لأن المعنى الحقيقي للحياة هو ركن الهوية عند أولادنا، بيخلي نظرتهم لنفسهم ولدورهم في الحياة مختلف تماما، ويخلي أسلوب تفاعلهم مع الناس ومدى مناعتهم وصلابتهم النفسية مختلف تماما ويكاد يكون في شكل متزن. وكمان ده بيأثر في مدى استعدادهم للنضوج ورضاهم عن الحياة. لذلك مهم جدا جدا لتصورات أولادنا عن الحياة عشان ما يعملوش إيه، ما يفسدوش تصورهم عن الحياة بمعاني فاسدة تفسد عليهم علاقتهم وتفسد عليهم أدوارهم وتفسد عليهم كل مكونات حياتهم. فمثلا من التصورات الفاسدة تصور إن القبول مرهون. إحنا هنذكر بقى مجموعة من التصورات اللي بتفسد عليهم معنى الحياة. إن القبول عند الناس أو القبول في الحياة مرهون بالتميز، هو لو ما تميز الناس مش هتقبله. عشان تكون مقبول من حبايبك ومحترم في المجتمع حواليك وليك قيمة في الحياة لازم تكون هيرو، بطل خارق. وده هيفسر لكم حاجة مهمة جدا جدا جدا. ايه حاجة حضرة النبي حذرنا منها؟ ان الرجل لا يكذب، ومش مقصود الرجل اللي هو الكبير، الانسان يعني، ان الانسان لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور في الحديث الآخر. الكذب يهدي إلى الفجور. أولادنا ساعات بيعملوا كده عشان إحنا عايزينهم يبقوا هيرو ويبقوا بطل، الأولاد يكذبوا عشان يظهروا نفسهم ما بيغلطوش أو يظهروا نفسهم أفضل من الآخرين، وعشان يكونوا متميزين إنهم يمثلوا ساعات أو يستهلكوا أنفسهم من أجل نظرة إعجاب وشعور بالتقدير، فيدخل الأولاد في جلد للذات ويدخل الأولاد في الأوفر ثينجينج وإن هم وصغيرين. ولذلك الأولاد عشان فكرة التميز ممكن الأولاد يحصل لهم نوع من أنواع استهلاك الذات بكل الأشكال، والجوع للقبول والتقدير بيجعلهم في بعض الأحيان يفرطوا في جانب من جوانب حياته، يفرطوا في المذاكرة، فيبقى الأولاد ما عندهمش أدنى معرفة بأي ثقافة حواليهم ويصبحوا بني آدمين عاجزين على أنهم يتفاعلوا مع الحياة. هل معنى كده أن أنا بقول أن الأولاد ما يذاكروش؟ لكن لازم الإنسان لا ينسى نصيبه من الحياة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، مع أن قيمة الإنسان الحقيقية في تكريم الله له، فقيمته الحقيقية أنه يكون إنسان، مش يكون مذاكر وبس، مش يكون بيشتغل وبس. فلازم نفهم الحياة بكل تفاصيلها. فلو تأملنا مثلا كل الرموز المجتمعية والرياضية اللي موجودة في حياتنا،
وحياة أولادنا، هنلاقي كانت رموز وموضوع تقدير للناس مش من أجل تميزهم فقط، لكن كان رمز بإنسانيته، رمز باتزانه، رمز بقدرته على إدارة موهبته وإدارة حياته بشكل صحيح. إذن المسألة مش مسألة بس إن الإنسان يبقى متميز، لكن كمان مع التميز هو محتاج كمان جملة من المهارات. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يملأ جوف أولاده وأحبابه مش بس بالقبول ولكن بحنان ومحبة عجيبة. سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بيحكي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذي ويقعد الحسن ابن علي على فخذي الآخر ثم يضمهما ثم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يبقى إيه اللي حاصل؟ هو بيملأ قلبهم بالمحبة. مش بس تخيل كده الابن الصغير وبيتمني قلبه بالمحبة من غير ما يتسأل هو أنت عملت إيه كويس عشان أحبك، لا أنت في ذاتك كده نعمة من نعم ربنا. فده بيخليه يحس بيشوف الحياة بمعنى آخر، إن هو ربنا من عليه بهذه الهوية بهذه الحقيقة، من عليه بهذه النعمة اللي هي نعمة ذاته. فهو مش محتاج إن هو يشوف ذاته فيبالغ في نفخ ذاته أو يبالغ في عمل أشياء عشان الناس تشوفه. كمان من المعاني المفسدة لمعنى الحياة إن الأولاد يشوفوا إن الاختلاف يدار بالصراع. فلما تكون عادة الأسرة على سبيل المثال إن هي بتدير اختلافاتها بالخناق والسيطرة، بيتصور أولادنا إن الحياة بتتعاش كده، بيدار أي اختلاف وأي نوع من أنواع الاختلاف في وجهات النظر بيدار بإيه؟ مش بالتفاهم ولا بالتفهم ولا بالتوافق، بيدار بإيه؟ بيدار بالصراع. مع إن أي حد هيربي أولاده في بيئة بتدير خلافها بالفهم والتفهم والتفاهم والتغاضي من أجل الحفاظ على المحبة بينشأ بشكل وفي بيئة صحية، ومع الوقت يظنوا أنهم قادرين يسيطروا على الحياة، فحياتنا تحت السيطرة. وده آخر كمان ظن سيء جدا بيفسد الحياة بتاعت الأولاد، لما يتفاجئوا أولادنا بأحداث بتحصل على غير رضاهم يتصدموا في الحياة، لأنه حاسس أن الحياة لازم تكون تحت السيطرة، فيتكرس فيه السخط. السخط ليه؟ لأن أنا متصور أن الحياة تحت السيطرة، ففجأة شفت أن الحياة والأحداث مش تحت السيطرة ولا حاجة، ويشوفوا الحياة على أنها معاناة. يزيد الأمر سوء بقى لما يكون اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى، احنا لو درجنا وحطينا شوية المفاهيم السلبية عن الحياة دي واحدة واحدة هنجدهم بيسلموا البعض. أول حاجة إن القبول متوقف على التميز، إن الخلاف يدار بالصراع، وبعد كده إيه اللي حاصل؟ وبعد كده زي ما قلنا إن إحنا عندنا حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات إن إحنا بنعتقد في الله إن هو محقق الآمال، مش إن الله فعال لما يريد، لا. وكمان ممكن إذا ربنا ما كانش محقق الآمال فمحققش آمالي، أعتبر إن ربنا متربص بيا مش عايز يحقق اللي أنا عايزه، فيظن إن الأحداث الصعبة جاية عشان ربنا يعذبنا بيها مش جاية عشان يهذبنا بيها الله سبحانه وتعالى ويخرج أحسن ما فينا. لأن إحنا ممكن الأولاد يقبلوا إن هم في التدريب في الجيم يشيلوا أشياء تقيلة، ليه؟ عشان تطلع منهم العضلات والقدرات اللي هم مش شايفينها، لكن ما يقبلوش حدث يكون شديد عليهم وقوي عليهم، لأن الأهل دايما بيربوهم على إن ربنا بيحقق أملكم، ولو ما حققش أملكم يبقى هو متربص بكم عشان أنتوا عملتوا حاجة غلط. فالأولاد يتلخبطوا، طب وإحنا عملنا إيه حاجة غلط؟ ده ربنا متربص بينا بلا سبب. فالأولاد يتلخبطوا وتبتدي حياتهم تتعقد ويسألوا سؤال: هو ربنا بيعمل معانا كده ليه؟ مع أن المشكلة أن اللي رباهم صدر لهم تصور ومفهوم سلبي عن علاقتهم بالله. وعشان كده من التصورات السلبية كمان أن الحياة الأصل فيها هو الضيق والندرة، أن الحياة ضيقة، فالحياة عبارة عن سباق لتحصيل المصالح، ويبقى مبرر ان احنا نتصارع عليها وندوس على بعض في سبيل ان انا احقق مصلحتي، ما هي فرصه هتضيع. ويبقى ده كمان
يفتح امام اولادنا حاجه مشهوره جدا 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 عند جيل ما بعد الالفيه، اللي هو ايه؟ اللي هو الفومو، الخوف من الفوات. ليه؟ ما هو الفرص قليله، فانا خايف تفوتني. انا مش حاسس ان الحياه واسعه، لان انا لو كنت حاسس ان الحياه واسعه مش هخاف ان في فرصه تفوتني، مع ان الحياه في الحقيقه هي واسعه، وده الاصل، والاصل في الحياه هو الوسع اللي حضره النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا طول الوقت وبيحدثنا عن رب العزه، عشان ناخد الكلام من مولانا سبحانه وتعالى ويبقى مريح. انفق عليك. وقال يد الله ملأى لا تغيض نفقة سحاء الليل والنهار. يعني ايه اللي حاصل؟ يا ولدي مفيش فرصة تضيع، كمل واجتهد. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اتقن عملك وانت قلبك مليان يقين بان انت مش هتضيع، مفيش حاجة هتفوتك. تربية اولادنا على ان الحياة ضيقة بتخليهم يستهلكوا نفسهم ويبقوا حاسين دايما ان مفيش فايدة. يا الله على فكرة مفيش فايدة اللي بتيجي من ان الحياة ضيقة. ايه اللي بيخلي اولادنا يدمنوا السوشيال ميديا وبيبقوا حاسين بالقلق طول الوقت من انهم يفوتهم حاجه اللي احنا سميناها الخوف من الفوات؟ فكره ان اسباب السعاده محصوره في اشياء قليله. تصور ضيق الحياه بيكرس الفردانيه والانانيه في الاولاد. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا حقيقه الوسع. لما جاءه الاعرابي فدخل ثم صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. إذن كل حاجة مبنية على الوسع. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصدقة بتقع في يمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبال، فيبقى عندنا فكرة الوسع، الحياة واسعة. ومن المعاني اللي بتخلي أولادنا يتصدموا في الحياة كمان تصورهم المثالية المطلقة اللي هي البرفكشنست، ان هو يحس بقى بالمثاليه. فلما يشوفوا شيء من الناس مثلا على غير المثاليه دي يتصدموا ويعيشوا بغرابه جدا جدا. هو الناس بتتكلم كده ليه؟ هي الناس بتتصرف كده ليه؟ مع ان المثاليه دي وهم والناس مش ملايكه. ولذلك من اخطر التصرفات اللي بيربي فيها بعض المربيين اولادهم ان علامه التدين هي كراهيه الحياه. يلا عشان نكمل بقى، ان انت عشان تبقى متدين تفضل متضايق من الحياة، مع إن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالآية بتدلنا على إن الجائزة اللي يديها الله سبحانه وتعالى لمن عمل عملا صالحا الجائزة هو أن يعيش حياة طيبة. وحضرة النبي علمنا قيمة مركزية في حياتنا وهي حب الحياة لأنها نعمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني إيه؟ يعني الحياة نعمة. ولذلك مهم بقى أن احنا نربي أولادنا أن هناك فارقا كبيرا بين الحياة والدنيا. الحياة واسعة، الحياة هي النعم والخير والبركة والنور، الدنيا مجرد وسيلة. وفي المقابل تربية أولادنا على معنى أن الدنيا غاية وأن قيمتهم في الحياة بكم استهلاكهم للأشياء اللي بتبقى علامة على الرفاهية وقدرتهم انهم يشتروا كذا وكذا، ده بيخليهم يحسوا بالخواء والفضيان، وتحس كده ان هو من جوه مفوش شيء، مفوش قيمة، لان الشراهة ملت قلبه، ومهما كان عندهم بيحسوا برضو بعدم الكفاية وبالجوع. نعمل ايه بقى؟ تعالوا نساعد اولادنا ان هم يعيشوا بالمعنى الحقيقي للحياة. فنعمل ايه؟ اول حاجة تعالوا نربي اولادنا، عشان نقول بقى الخلاصة، تعالوا نربي أولادنا على حقيقة العبودية لله. محدش يستعجل لو سمحتوا. أولادنا يدركوا يعني إيه عبد لله، يدركوا إن هم عبيد لله يعني هناك من يملكهم وإن هم محبوبين من الله. هو ده معنى العبد؟ طبعا. ده معنى العبد. وإلا إيه معنى العبد إذا ما كانش أليس الله بكاف عبده؟ يبقى معنى العبد إن ده إحنا إنسان عبد لله، يعني محبوب من الله، مكرم من الله، الله يدبر له حال، فاحنا محمولين. فالحياة مش عبء، الحياة نعمة. فأول حاجة يفهمها ابني إني أنا
عبد مكرم محبوب والحياة دي نعمة. أقول لي ابني كده؟ آه تقول لي ابنك كده. وهيقدر يفهم كده؟ بالعكس، هو كان عايز يفهم كده وكان رايح يفهم كده لغاية ما أنت فهمته الفهوم السابقة اللي أفسدت عليه رؤيته للحياة. تاني حاجة لازم أفهمه أن الله خلقنا لأنه يحبنا وجعل لنا مقاصد في الحياة عشان نجتمع على محبته. فإيه المقاصد دي؟ عبادة الله وعمارة الأرض والتزكية النفس. وأقول له كده، عبادة الله إن أنا أفضل على صلة مع الله، وعمارة الأرض إن أنا أفضل بطور وبنمي في الأرض، والتزكية إن أنا أفضل نقي صافي زي ما أنا اتولدت، زي ما ربنا جابني إلى الدنيا دي. وأرسل والله سبحانه وتعالى ما تركناش، ده أرسل لنا إيه؟ حد يكون سند لينا وحبيب لنفوسنا، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا أكتر من نفسنا، فأرسل لنا هدية. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، والله سبحانه وتعالى يعرف حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله عشان ياخد بإيدينا ويعلمنا إزاي نكون عبيد لله وإزاي نحيا الحياة السعيدة، الحياة الطيبة. فنتعلم إن الحياة الطيبة هي الحياة اللي بنعيشها برحمة ربنا وبخير وبجمال، نعلمهم كده. تالت حاجة نعلمهم إن الحياة نعمة والحياة واسعة، لأنها نعمة الواسع سبحانه وتعالى، وربيهم على رؤية النعم والفرح بيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نعلمهم رؤية النعم ونعمل لهم تدريبات على رؤية النعم. كمان رابع حاجة نعلمهم من حياتنا ليست بنا، حياتنا مش بينا. فلذلك أنا لما ألاقي الحاجية تقيلة عليا أعمل اللي عليا، وربنا هو اللي بيدير الحياة كلها، فأنا أعمل اللي عليا وأجتهد وأبذل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طب وإذا أتقنت عملي؟ الله سبحانه وتعالى يجبرك ويحقق لك فوق ما تريد. فإحنا مش بنصنع الحياة ولا الأحداث هي اللي بتصنع حياتنا، إحنا بنعيش الحياة. وأمان قلوبنا هو الله جل وعلا، وهو اللي بيدبر لنا حياتنا كلها. خامس حاجة نربي أولادنا إن هم يكون عندهم أحلام كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أن الأمل في الله من حسن الإيمان. ودايما بقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة. اجعلوا أولادكم ينظروا في مهاراتهم على إنها نعمة من الله، وشجعوهم على استثمارها. ربوا أولادكم كمان، رقم ستة، ربوا أولادكم وهم بينجزوا في الحياة إن الإنجاز مش غاية في حد ذاته. علموهم إن الإنجاز والسعي وتحقيق الإنجاز بيكون من أجل القيم، من أجل معنى، لأن المعنى هو الحياة. وإذا فقد الإنسان المعنى فقد الحياة، ولو وجد الإنسان المعنى عاش ولو بعد الموت. في ناس كتير عاشوا بعد الموت عشان عاشوا المعنى. وأنا بقول دايما اللي بيعيش معنى بيفضل معنى، ما بيفرقناش. علموا أولادكم ده، ودوت هيغير معنى الحياة عندهم، وهتبصوا تلاقيهم لا بيخافوا من الحياة ولا بيوقفوا في الحياة ولا بيتعطلوا ولا كمان بيكتئبوا، ولكن الحياة تبقى فرصة منهم، فرصة ليهم عشان يسعدوا ويتهنوا لأنهم في حضرة المنعم سبحانه وتعالى. يا رب كرمنا في أولادنا، واجعلنا يا رب نحسن تربيتهم، لأن احنا عايشين بمددك يا مولانا. بعد الفاصل يا سادة نتلقى أسئلتكم المباركة، ونفضل في حضرة مولانا سبحانه وتعالى، يغسلنا بأنواره ويمدنا ببركته سبحانه وتعالى، ونفضل في حال صفاء ونقاء، لأننا في محل نظر الله سبحانه وتعالى في مجلس العلم. نكمل معاكم ونتلقى أسئلتكم ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة، وتفضل جسر ربنا أذن أنه يكون جسر من نور نجتمع فيه دايما على محبة الله سبحانه وتعالى وطلب العلم، ونفضل دائما منتظرين أسئلتكم وكمان تعليقاتكم عشان يزداد البرنامج تنورا وبركة بكل مشاركات حضراتكم. وتعالوا نبتدي نتلقى أول سؤال من حضراتكم معايا الأستاذ محمد. أستاذ محمد
شكرا حضرتك يا شيخ. بخير الحمد لله، اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عاوز اسال حضرتك بس، انا اتفضل. شغال في مؤسسه كده حكوميه وشايف الناس يعني في سرقات وفي ناس منافقه وناس كتير، وانا دلوقتي بنزل اصلي مثلا بحس ان انا تعبان، شايفهم قدامي تعبان، نفسيتي تعبان، مش قادر، الواحد مش في ايده حاجه يعملها. بتسألني تعمل ايه يا استاذ محمد؟ حضرتك هجاوب على حضرتك. في سؤال تاني؟ لا شكرا يا شيخنا، جزاك الله على على راسي ايها الحبيب. بص يا استاذ محمد، انا عايز اقول لك حاجه، الشعور اللي عندك هيظهر على حضرتك سواء في الشغل او في البيت او في الشارع او في اي مكان. انت حضرتك اللي عند حضرتك ده شكل من اشكال الاكتئاب، ملوش دعوه بان الناس في الشغل بيحصل كده ولا لا، انت حضرتك شايف ان انت مهدر الحق، حاسس ان انت مش واخد حقك، وحاسس ان الناس بقى في حاجه غريبه في حياه الناس، ان الناس اللي ما بيشتغلوش واللي بينافقوا بيبقوا في مكان احسن، والناس اللي بيشتغلوا وعندهم اخلاق دايما حياتهم ضيقه. الحل هو ايه بقى؟ الحل ثلاث حاجات. اول حاجه، كل خير عندك حاول تشوفه بزيادة. يعني ايه بزيادة؟ دايما اقول ما تزيد في نظر النعمة التي عندك هو في الحقيقة لا يكفي لكي يشكر العبيد رب العبيد. زود نظرك في النعمة اللي معاك، وعشان افضل طريقة لتزويد النظر في النعمة اللي معاك استثمرها. تقول لي استثمرها ازاي؟ في الشغلانة بتاعتك دي ممكن تروح تتدرب على حاجة تانية تستثمر فيه الشغلانة بتاعتك دي. نفترض ان في واحد ميكانيكي، يروح كمان يتعلم شوية حاجات في الميكانيكا، ازاي الميكانيكا دي توسع له دخله ويدخل عمله في الميكانيكا في اعمال اخرى. يبقى استثمر النعمة اللي عنده، المهارة اللي عنده، يتعلم لها شويتين ثلاثة ويتعلم حاجات تانية عشان يلاقي عنده فرص اكتر، لان المهارة اللي عندك دي نعمة. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة ببساطة، نوقف نظرنا على عيوب الناس شوية، ملناش دعوة بعيوب الناس عشان يبقى عندنا وقت ان احنا نشتغل على نفسنا. تالت حاجة، دايما حاول تدعي وتصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعمل التلاتة دول، تستثمر النعمة اللي عندك وتغلق عينك عن رؤية عيوب الناس وتصلي كتير على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلبك يطيب وكمان حياتك تتسع وتبتدي تدخل في الحياة الطيبة. ده الحل ببساطة يا سيد محمد. ومعانا كمان السيد محمد من القاهرة. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، فضل ونعمة يا سيدي. أنا أول مرة أتصل بسيادتك والله. على راسي. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل. أدعي لك يا شيخ، أتوصل إليك يا شيخ حضرتك كده لي. ربنا ان شاء الله يعلم بها ربنا. ربنا يوسع رزقك ويشرح صدرك ويريح بالك ويصلح حالك ويجعلك ان شاء الله في خير. ربنا عندك يا شيخ. عايز يعني لو تكرمت عايز نبرد تليفونك الشخصي عشان في موضوع شخصي جدا جدا. حضرتك على دماغي من فوق، حضرتك خد رقم تليفوني من الكنترول لو سمحت. على راسي. نعم. استاذ محمد، يوم المحمدين. اتفضل يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده يوم مليان بالحمد ما شاء الله. اتفضل يا استاذ محمد. انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال بخصوص والدتي الله يرحمها. ربنا يجعلها في فسيح الجنات يا رب. يا رب يخليك. هي توفت من شهرين. نعم. وفي الغسل دخلت عليها انا ووالدي. طيب. بعد ما اتغسلت وجات يعني النظره الاخيره، تمام؟ فهي نايمة على ظهرها عادي، أول ما دخل عليها والدي قلبت وشها الناحية التانية. طيب ماشي. يعني هل الموضوع ده حقيقي يا شيخ ولا هي يعني؟ نفسي أفهم القصة دي كويس. طب هسألك يعني سؤال، هسألك سؤال لطيف يعني، سؤال بريء. هو مين اللي شافها لما قلبت وشها؟ أنت ولا بابا؟ أنا وأبويا. طيب يا سيدي، ولا حاجة. حتى هو نفسه بيقول لها أنت مش عايزاني، أنت زعلانة مني. بص يا سيدي، احنا دلوقتي عندنا الاساس اللي بتعامل فيه مع
مع أحبابنا الذين انتقلوا إلى الله سبحانه وتعالى إنهم فقدوا الإرادة خلاص وانتقلوا من هذه الحياة. لكن لا يمكن إن احنا ننكر بعض المشاهدات اللي بتحصل، الحاجات اللي زي دي والإشارات اللي ممكن يعملها الإنسان، كل الحاجات دي ممكن تحصل، بس الأساس إن احنا لا نبني عليها شيء. أعيد الكلام تاني، يعني مثلا ما ينفعش لما أجي أقول أسأل ميت أقول له هو مين اللي عمل فيك كده فتحصل إشارة كده لأي سبب من أسباب فروح أحبس اللي هو عمل ده، كل ده مش هنبني عليها حاجة. يعني فكرة إن أنت تبني أول والد حضرتك يبني إن والدتك مش قبلاه أو إن هو كده عاصي وظالم ودوت هيخلي قلبه في مشكلة ويفضل هو في معاناة ويفضل يقول دي ماتت وهي غضبانة، لا، كل الكلام ده لا نأخذه من هذه الحالات. يبقى أنا قلت لك حاجتين عشان نكون واقعيين. الواقع بيقول إيه ببساطة خالص؟ إن المتوفى أصبحت كل الحركات بتاعته حركات لا إرادية، يبقى هو مفيش أي تعبير عن أي حاجة. الحركات دي ممكن تكون إيه؟ حركات ترتبت بسبب إن الروح خرجت من الأعضاء فحصل أي حركة، حركة لا إرادية لا علاقة لها بالموضوع. يبقى على ذلك مش هنبني أي قرار أو أي تفسير أو أي معنى في الحياة على هذه الحركات. نعم، واضح يا سيد محمد؟ عشان بس إيه معنى ده؟ لا معنى له. إيه معنى ده؟ لا معنى له. نعم أستاذ أحمد يتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادكم الله من فيض علمه فأنتم أهل العلم وخصته. الله يبارك فيك، اتفضل يا أستاذ. وجعله الله في ميزان حسناتكم وأدخلكم به الجنة إن شاء الله رب. حضراتكم وفريق العمل. أنا وأنت والسادة المشاهدين. حضرتكم أحمد عروج من غرب شبرا الخيمة. اتفضل يا أستاذ أحمد. حضرتك، عندما اعتاد أهل قريتنا عندما يتوفى شخص نقوم بتشييع جنازته وندفن الجثمان ونعود إلى كل من يعود إلى منزله. طيب. ثم ينصب بعد ذلك أو يقام أو ينشأ بعد ذلك ما يسمى بالشادر أو الصوان أو مادة بيسموه عندنا، يأتون بكراسي من الفراشة و معروف يا سيد أحمد. إيه بقى؟ فين السؤال؟ يستدعون بعض القراء. طيب فين السؤال؟ يقرؤون، حاضر حضرتك، يقرؤون إلى في مكبرات الصوت إلى الساعة الواحدة، فما موقف هذا من الشرع؟ هل يجوز هذا ولا نعتبره، استغفر الله العلي العظيم كل ذنب عظيم، إزعاج للآخرين؟ طيب أنا أكلم حضرتك بكل وضوح. أولا الصوان أو السرادق اللي بيتم لازم يبقى عندنا مسألتين. المسألة الأولى أنت ما سألتش عنها يا أستاذ أحمد، وهي مسألة إقامة السرادق. دي إقامة السرادق في بعض الأحيان بتبقى ضرورة لأن كم المعزين لبعض الناس لا تتحمله البيوت، فبنستقبل ده عشان تبقى البيوت مصانة ونسمح بده من غير تباهي ومن غير كثير من الأمور ديت، فإذا تم فخلاص. طيب السؤال بقى، الميكروفونات اللي بتوضع في هذه السرادقات، وبالمناسبة في بعض الأحيان بيبقى هناك مبالغة في أصوات هذه السرادقات. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن الناس تؤذي الناس، فلابد أن احنا نفهم أن احنا لو عملنا ده لا نؤذي جيراننا، لأن إيذاء الجيران دوت والعياذ بالله نوع من أنواع المعاصي، فعلينا أن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى الأمور في حد الاعتدال. زيادة عن كده يبقى دوت فيه إيذاء للناس ولا يصح ولا يجوز أن احنا نؤذي الناس. والناس المعتدين في السرادقات عندهم نظام لطيف كده، يبقى السرادق بينتهي بعد العشاء مباشرة أو بعد العشاء بقليل عشان ما يؤذوش الناس اللي عايزين يناموا. فأنا أظن أن احنا علينا أن احنا ننصح الناس أنهم يراعوا جدا 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 الناس اللي حواليهم ويراعوا الجيران، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. نعم أستاذة أسماء تتفضل. أهلا وسهلا حضرتك. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أسألك على سؤال. أنا دلوقتي في بلاء شديد جدا. معلش يا أستاذة أسماء، ممكن تعلي صوتك شوية؟
بقول حضرتك انا اتبلق شديد جدا. طيب ربنا سبحانه وتعالى يتلطف بيكي. يعني احنا عندنا طب ايه انت عايزه تساليني عن هذا البلاء؟ كل ما يحصل مشكله بيني وبينهم يتكلموا عليا كلام وحش ممكن قوي. ممكن بس تعلي صوتك يا استاذه اسماء. كل ما يعني انا حماية وحماتي كل ما يحصل مشاكل بينهم بيتكلموا عليا كلام وحش جدا. حماكي وحماتك؟ اه يتكلموا عليا كلام وحش جدا. كانوا موافقين على الجواز ولا لا؟ الكلام ده وصل حتى في الشارع وكده وناس جم سالوني يعني سالوني وكده بقى كل واحد بيبص لي بصه مش كويسه. استاذه اسماء انا عايز بس اسال سؤالين. السؤال الاولاني انت كام سنه جواز؟ انا عندي 29 سنه. لا انت بقالك كام سنه متجوزه؟ 7 سنين. 7 سنين الحقيقه. وهم كانوا موافقين على الجوازه؟ ده نفس السؤال مع السؤال. ايوه كانوا موافقين وكده. الامر الثاني، هل حضرتك عندك حساسيه؟ لا ده لا ما فيش حساسيه ولا اي حاجه والله، بس هو ما اعرفش وهم اصلا عمرهم ما هيلاقوا واحده زي انا. ببص اصل ايه اصل فكره اصل فكره ايه انا برضي ثم ربنا. استاذه اسماء معلش، اصل فكره ان هم اتكلموا عليك لدرجه انت وماشيه في الشارع الناس يبصوا عليكي هتبقى صعبه شويه. ايوه وانا يعني انا قلت لجوزي، وجوزي على فكره حصل مشاكل ما بينهم وبين اهله، قلت انت شفت عليا حاجه في يوم من الايام؟ قال لي لو كنت شفت عليكي حاجه ما كنتش خليتك على ذمتي. طيب حضرتك بتساليني تعملي ايه؟ انا تعبت من الكلام ده، وكل مره الكلام يتعيد، كل مره الكلام يتعيد. انت عمرك في حياتك ما شفتش مني حاجه ولا انت ولا هي. طب اسالك سؤال، ان انا كنت بقى انا بقيت بدعي عليهم في الصلاه، انا بدعي عليهم بقول لهم اللي قالوه عليا يجي فيهم هم، يجي بنتهم، دعيت عليهم دعاء شديد قوي. بس انا ما بقتش قادره استحمل الكلام ده، انا ما بقتش قادره استحمل لغايه ان جوزي يعني حصل مشاكل كبيره قوي مع مامته والكلام ده. قال لها اللي ما تردوش على بنتك ما تردوش على حد، اتقي ربنا. راحت هزقت جوزي، هزقت جوزي يعني هي ما عارفش الكلام عندهم عادي ولا ايه مش عارفه. انا مش عايزه اقول لاهلي الموضوع يوسع والموضوع هيحصل فيه خراب، فانا مش عارفه اعمل معاهم ايه. انا دلوقتي انا بقالي فتره ما بقتش اكلمهم، بس هم بتسيدين جوزي في حالي بقى دلوقتي بقى ايه. بس كل ما تتكلم تقول له انت ماشي ورا كلام مراتك، ماشي ورا كلام مراتك. يعني هو عشان شاف الحق ويعني قال كلمه حق بقى ماشي كلام ورا كلامي. انا نفسي بس يتقوا ربنا. طب اسالك سؤال يا استاذ، اسالك سؤال يا استاذه اسماء، هل هم تكلموا في عضك يعني؟ اه اتكلموا ان انا بكلم ناس. انتوا عمركم ما شفتوا مني حاجه، عمركم ما شفتوا مني حاجه خالص في يوم من الايام. انا 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 واحده واضحه، انا واحده صريحه مع الكل. يعني ايه انا عمري في حياتي ما عملت تليفوني باسورد، عمري في حياتي ما ما عملت حاجه غلط. طيب من ساعه ما اتجوزت ربنا في عيالي وجوزي. خليني اجاوبك، هم متصينين حاجه زي كده. خليني اجاوبك يا استاذه اسماء، خليني اجاوبك، خليني اجاوبك. اول حاجه يا استاذه اسماء، ان هم حضرتك قلت لي ان هم كانوا موافقين على الجواز، بس انا برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، ان هم يقولوا ان انت بتكلمي حد فهو حاجه من اتنين، لان هم كارهينك ويتربصوا بيكي وبيحاولوا ان هم يخربوا عليكي، وانا سامع صوت اطفال ودوت هيبقوا حريصين فيه ان هم يراعوا دوت شويه. لو كان ده انت بتقولي ان الكلام ده اتقال والناس سمعت الكلام ده، وانت بتقولي ان انت مش عايزه تقولي لاهلك، اولا اول حاجه ما تقوليش لاهلك. ما تقوليش لاهلك ليه؟ لان كل ما بيزيد اطراف في المشكله كل ما المشكله بتخرج عن امكانيه الحل. يعني المشكله لما تكون ما بين الرجل ومراته بتتحل ايسر من ان تبقى ما بين الرجل ومراته واهله. فانا عشان كده بقولك ما تقوليش لاهلك. فدي أول حاجة. أول حاجة ليه؟ لأن ده من الأسرار البيوت. طب وهم اللي قالوا عليك الكلام ده، أول حاجة أنا عايزك تيأسي إنك ترجعي الكلام ده لبقهم مرة تانية، وتفترضي حاجة مهمة جدا جدا، إن كلامهم ده مش هو اللي هيرسم شخصيتك، ومش اللي هو اللي هيرسم صورتك عند الناس. أنتي عندك ربنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأنت لازم تعتقدي أن محدش هيقدر يمسك بسوء، لأن الله سبحانه وتعالى لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. طب بتقولي أنا إزاي أعمل إيه؟ إزاي أريح قلبي بأن أنا أرد كرامتي وأرد اللي أنا فيه؟ اوعي تحاولي تنتقمي، ويبقى انتقامك أن أنت تقطعي صلتك بيه بأهله زي ما أهله كان عايزين يقطعوا صلتهم بيكم. دايما بقول للناس حاجة مهمة قوي،
اكتر حاجة تعاقب بيها الانسان اللي اذاك ان انت تعيش حياتك باتزان، لان هو اذاك عشان حياتك تضطرب. فانت عيشي مع زوجك باتزان، لا تدخلي زوجك في معركة مراتي ولا اهلي. طب واللي قالوه عليا؟ انت عندك رب يحميكي، واللي قالوه عليكي هم اللي يفكروا يعملوا فيه ايه، لان دي ذنوبهم هم. فاللي قالوه عليكي دي ذنوبهم هم. انت عايزه هتيجي تقولي دلوقتي يعني هم يتكافئوا على اللي قالوه؟ محدش قال ان هو يتكافئوا على اللي قالوه. هذا الكلام لا يضيع، هو عند الله، ولا يضر ربي ولا ينسى، فكل شيء مكتوب. فايه اللي حاصل؟ وانت خدت حقك وتعيت ودعيتي عليهم ودعيتي على ما لا حظ له من هذا الاذى. يعني انا مش عارف انت ليه دعيتي على بنتهم، يعني انا مش عارف. انت دلوقتي الحكايه بينك وبين الام والاب، بنتهم ليه تدعي عليه على بنتهم؟ فدوت مش صح. وفدعاكي على بنتهم ربنا مش هيستجيب له. ليه؟ لانه دعاء ظالم. فانا عايزك تتزن، تهدي بالك. ايه اللي حاصل لما هتنفعلي؟ ايه اللي حاصل؟ المسائل ده الدوائر هتزيد، وتبقى انت اللي بتصنعي سمعه سيئه لنفسك. هم قالوا الكلام ده وانتهى. انت عليك ان انت تعيشي بحاله متزنه مع زوجك، هو اللي ده هيديم العلاقه بينك وبينه. يعني ايه متزنه؟ ما تتدخليش في علاقته بابوه وامه. الامر الثاني ان انت تعيشي حياتك وتراجعي حياتك، تراجعي ايه انت محتاجه ان انت تحتاطي فيه، وتراجعي حياتك ايه اللي انت محتاجه تغيريه في حياتك، واستمري مع الله. ودايما على طول اقرأي 7 مرات الفاتحة، هتجدي كده قلبك اطمأن، وحياتك كأنها دخلت في غلالة من النور ومن الحماية، وكل الحكاية هتزول من قلبك إن شاء الله. لكن اوعي تفسدي علاقته بأهله، واوعي كمان تعتبر إن قالوه ده نهاية الحياة، واوعي تعتبر إن هم اللي بيتحكموا في حياتك. نعم أستاذة أسماء، الكلام اللي احنا قلناه لها مرتبط جدا جدا برؤيتنا على الحياة. احنا اتكلمنا ازاي نتكلم عن ازاي اولادنا بيشوفوا الحياة. اوعوا تخلوا اولادكم يشوفوا ان الحياة ضيقة على كلام الناس. الحياة مش ضيقة على كلام حد، الحياة دي بايد الواسع، والواسع عنده ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عيشوا الحياة بسعتها، وربوا اولادكم على ان الحياة واسعة. ربوا اولادكم ان هم مش محتاجين يتصارعوا، بس محتاجين ان هم يتقنوا اعمالهم. ربوا أولادكم على إن هم محميين من الله، بأنهم عبيد محبوبون مكرمون من الله سبحانه وتعالى. ربوا أولادكم على إن الحياة ما فيش حد بيصنعها، الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وإن هم لما بيتقنوا عملهم بيتقنوا عملهم عشان ربنا بيحب إتقان العمل، مش إن هم بينحتوا حياتهم. حياتهم نعمة من الله سبحانه وتعالى، رزق من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله سبحانه وتعالى، واحنا بنعمل لنذوق حلاوة هذا الفضل. يا رب اجعلنا من أهل الفهم الصحيح، واجعلنا من أهل النور، واجعلنا ممن يحمدون نعمتك ويشكرون نعمتك. يا كريم اجعلنا ممن يذوقون حلاوة هذه النعم، ونسكب في قلوب أولادنا من هذا الشراب المصفى شراب ودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ألهمنا أن نشكر نعمتك نحن وأولادنا على الدوام يا رب العالمين.